السلام عليكم يمنى. وعليكم السلام بنتي. السلام عليكم المشاهدين ديالي زوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. جابوني البنات تبارك الله الريفيات تبارك الله بارك الله فيكم والله. داخل المغرب وخارج المغرب كيساريوني وكيدوزوني البلاصه الزوينه الله يزينها اليوم. امين يا ربي يا ماما. شكرا لهم بزاف والله العظيم. هذا الخير ما عرفتش باش غردوا لهم العقبه، ان شاء الله يجيو عندنا. امين يا ربي. كلمه المتتبعين. السلام عليكم المتتبعين ديال ميامنا. ميامنا ونهار كبير هذا بالحضور ديالك معنا والله عزيزه وغاليه. شي كلمه مرحبا بكم، شي كلمه بالريفيه بلاد ريافه. السلام عليكم ريفي النغمه اللي ما تتجام داخل المغرب نغداري باري المغرب. مرحبا بكم نهار كاين ميامنا انتصار محليمه. ربي يخليك يا ما شاء الله عليكم. ان شاء الله داني تا غنغدي النافا. نبقى نحسو شنحاش داني تاني تغا الكورنيش مش توارم شنحاش قرف. مرحبا بكم. شنحاش كيا شي حاجه. انا قلت لك شحال بردك قرف زعما حنا كنقولوا ياك. ما شاء الله عليكم الاخت انتصار يا احلى انتصار. السلام عليكم انتم المتتبعين، كيف حالي مع الصحيحه؟ تصبحوا وتربحوا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. الله يجعل صباحكم مبروك ان شاء الله مع هذا الجو اللي خزان مع هاد الوجوه وهاد الحباب الزينين. ربي يخليك. والله نهار كبير اللي صبحنا معاهم ومعانا نورت اليوتيوب. نورت اليوتيوب ميمه. صباح الخير عليكم وليداتي، راه 12 وقيله وحنا تنقولوا صباح الخير. غنقولي صباح الخير امي. شوفي نتمناو يكون صباح الخير والربح ويكون صباح التيسير ان شاء الله. الله يصبح وليداتي على الخير ان شاء الله والرزق، والله يرضي عليكم وراكم عزاز وغاليين. وبنيتي راه تيساريوني كاع البلاصه اللي ما شتاش راه حنا تنشوفو هنا. داكشي اللي كاين صراحه واحد الموطا غزال اللي جايبين البنات وغنرجع عند اختي هدايه الحشوميه. تبع ديال ميامنا ديالي لاباس عليكم، كنتمناكم ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير ان شاء الله. تحيه كبيره المغاربه ديالنا فين ما كانوا، يا داخل ارض الوطن يا خارج ارض الوطن، كنتمناكم اخواتي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. وانتم كما كتشوفوا معنا المتتبعين ديالنا حاولوا ما امكن اننا نوريكم شي حويجات اللي هما زوينين، ودابا غتبقاو معنا ما تمشيو تمشيو ما تمشيو فين. بارك الله فيك اخويا، شكرا لك بزاف على الانتصار. شكرا لك بزاف اخويا، بارك الله فيك، شكرا بزاف. صراحه الناس غزالين هنايا والله. اخلاق زعما قهوه في المستوى ايوا اللي خطي البنات جابوا لهنايا. بارك الله فيك اخويا، تبارك الله يعني السيرفيس ديالهم قايمين به وقهوه غزاله ونقيه. وغادي نجيو لهاد اللي ما عجبتها صراحه. هاد المنيظر امي غزال ديال العود. ها انت يا بنتي لا مزوينه صراحه زوين. فاش فكرك امي هادشي؟ ايوا هادشي غزال ياك ماما. ها انتما هادشي غزال ديال العود الاصيل باينه قديم صراحه. شكرا لكم بزاف نتوما اللي يعني تبارك الله جبتونا على هاد القهيوه هادي غزاله غزاله والله. عارفين تبارك الله اختي انتصار. بارك الله فيك، بارك الله فيك اختي هدايه. بارك الله فيك، لقدنا فرحه. ربي يخليك، وحتى حنا والله الا لينا الشرف اننا تلاقينا بكم والله. محليمه وقلتي لي فين سمد العود ديالك؟ من سمي لي ديالي ويني مازال الكارني غنشوف اشنو فيها. صراحه هذا الشريحه مرقده ياك، الشريحه مرقده. واو 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 شتي كي دايره صراحه زوينه. وكذلك عندنا هنا واحد لاصوق راه غزاله غزاله بزاف. وكيما كتشوفوا معنا انتصار لمي ما راه كلشي ضحك وناشط. نعم اشنو قالوا الكارني؟ قال له اراد الكارنيات ياك الكارني بقال. يلا شوفي امي شنو يعجبك تما. بغيتي زعما غير شي بغرير فاح ما كاينش. وين انت وماما مضروبين غير على بغرير؟ بغرير اخاتي كاين بغرير بحال هكا. الله يسهل عليك راه في الدار الكبيره ما نقولش. الله يرضي عليك ماروكا. تبارك الله كاين الرفيسه كاين. تبارك الله راه ما
الخدمة والدار. والصراحة الدار الكبيرة فيها كل شيء. الله يكبركم أوليداتي، الله يسهل عليك. ربي يخليك. بارك الله فيك أخويا، شكرا لك بزاف. يالله نخليكم تقولوا بسم الله لهاد البلاصة في الغزالة. هاد الجلسة الرائعة الصراحة. والله إلا ولا الدار كبيرة واحد والله. ومعنا هاد القهوة جات على واحد المنظر غزال غزال بزاف صراحة زوين. ملي كتفطري والشهية كتحلك على هاد المنظر هذا صراحة كيحمق. هانتي هانتي زهرة أختي، هادشي غزال صراحة الله. جمع قاعد كانت تشتغل صراحة السيرفيس عندهم غزال هنايا. أنا غنحيدها هاي عندنا اجتماع مع محلي مطارق ياكي صراحة هادشي غزال والله. شنو هنا أمي؟ هادي يا بنتي غريرة ولواوها وشوفي تبارك الله داروا لها اش داروا لها؟ برموها برموها ياك تبارك الله. هادشي عندكم غزال أخويا الدار الكبيرة والله بارك الله فيك. وخلاص ما عندي ما نقول، سيرفيس غزال والله. مرحبا بكم والله. داكشي غزال غزال بزاف هانتوما صراحه اختي. هادشي غزال البريريد وصراحه داكشي زوين بحالكم والله بارك الله فيكم. شكرا اختي انتصار، باقي البلا ديالك ما جاش. ربي يخليك اختي بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم اختي انتصار والله الا راكم برعين مع راسكم ياكي. صراحه غنجلسوا صافي صافي غنجلسوا مع هدايه والاخت حتى هي ان شاء الله. بارك الله فيك كبير هذا ابني ديما عندنا هنايا. بارك بارك الله فيك الله يستر عليكم. واخا خويا شكرا لك بزاف. هانا 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 تبارك الله. صلاه النبي بالخليع داكشي الصراحه ديكور غزال داكشي واعر. بارك الله فيك اخويا شكرا بزاف. الوالدة الوالدة داك فطور مغربي 100% ماما ماشي الشرقية ياكي صافي. والله إلا جابوها لك ماما فداك الطبيق شوفي هادو ديال تبارك الله. شوفي ها انت تيحطوا غير في هادشي ديال ام حليمه. والله الا كلشي زوين داكشي الصراحه الصراحه كيشهي مع الزيتون. مع الزيتون شوفي انا الزيتون داكشي ما تنفع عندك تما صراحة هادشي غزال والله العظيم. ها انتما كيما كتشوفوا البغري داروه باملو، عطا واحد الكوستيم غزال والله ما كيبان بغرير. انا حسبتني شي حاجه شي بلا اخر. الله يعطيكم الصحه والله ياك اختي ماشي ديال العلب ياك. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. الدار الكبيره صراحه فيها شي حويجات اليوم والله الا غزال. تي صار اش كديري اشنو امي؟ واش بالبرشيطه ولا غابلين؟ كولي كولي باش ما بغيتي امي ياك. والله كولي كولي بالفرشيطه امي كي قالت كي امي كي قالت امي كنوزه بالفرفيشه. تحيه لامي كنوزه من هنا والله القسم. مسكينه راه جات للدار غير هاد الايامات ياك امي. ايوا ماما كي جاتك الخريجه مع الناس درياافه تبارك الله عليهم. شكرا الله يبارك فيك يفرحكم ان شاء الله. الله يسلمكم والله يرضي عليكم الله يكبر ديالكم. امين يا ربي الصراحه فطور غزال. نعم اختي لا لا ان شاء الله. شوف هادي وماشي غير طنجة حتى عندنا ان شاء الله الاطلس. دابا غادي نصطالو في طنجة ان شاء الله. ان شاء الله على ان شاء الله ان شاء الله يا رب كيما ويجيو لي بران ويجيو ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تاكلوا شي جدي عند اختي يمنى تعبد لكم عرفتي شرفيسه العنسيه. مرحبا جيتينا داك مرحبا والله ما طلبتو غير الموجود.
مدرسه غزاله ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك ماما راها مسكينه حشمان. دابا ان شاء الله غادي تدخلي ليا قناتكم بجوج كتنسى ليا والله القسم. موند كويزين هدايه تبارك الله. ومعنا كذلك مطبخ زهرة الريف. تحية لكم الريفية ديالنا. وصراحة ما خاصنا في هاد الجليسة إلا رشيدة الريف. والله أختي إلا بقات بلاصة كبيرة ان شاء الله العقوبه تجي وان شاء الله نخرجوا جميع ونتساراو وانتصار سالات البلا ديالها. والله الا انا خدامه وما عارفين نخلي الا وقفتي يدكم اخوتي ثم غترجعي نجمد كاه ياكي. صراحه الخليع عنده مغزال شميت الريحه ديالو زويول. الحق ماشي مشكل مع الحباب ديالي الا رجع برد نعطيه الصحه. والله ياك اختي صراحة طبيلة غزالة غزالة بزاف وبوجهها ام حليمة. وصراحة عرفوها فهاد القهيوة. الله يبارك عليكم والله يسهل عليكم والله يزيدكم القدام كامل. امين ان شاء الله. امين. ومرحبا بك امي ومرحبا بالبنات كذلك. واخا هما مالين بالماحل غنقول لهم مرحبا. مرحبا بكم انتما وما كبير هذا. ربي يخليك اختي. ايوا دابا غنخليكم ان شاء الله تاكلوا وبقاو ما تشوفي عليهم. قالت لينا رحيم اختها. عرفتي سميت عليهم غير رحيم اختها انتصار. والله الا رحيم البلجيكيه. عرفتي البارح خليناهم في الدار وسدوا على يوسف. اشوف ابنياتي البارح خلاونا انا ومكم يامنا وتسد علينا الباب ضرب ذاك الريح وتسد. هذا راه مشكل عرفتي في ديك لابارتمون بقاو كيعيطوا الجيران. الجيران عاد حلوا علينا بالدراع. ايوا ذاك رحمه مويا وختها. والله الا غير رحم وختها. شوفوا فيا انا ندير لكم واحد الصوره ماما. غير رحم وختها والله القسم. هادي غير شوفها ام حليمه. قولوا لي اش طرا لكم. ايوا لا تبقى خلي ديك القضيه مصدوره. كاري حنا راجعين في النص الليل من عند الناس وما كاين لا سرت لا والو وما بالدروج. قالت لك مسكينه البنت راه صحن عليكم كتام تاع قضي ياك. عرفتينا بالحلو الطلاق صراحه ياك. انا الله يعطيكم الصحه. صراحه البلا ديال سميتها كان باقي ما جاش. ها هو البلا ديالها فيه البيض وتبارك الله داك الشيء غزال. بارك الله فيك. الله يعطيك رضا باي ربي. هذا نهار كبير هذا. بارك الله فيك. بارك الله فيك اخويا. والله ايوا قلت لي شنو هو؟ ايوا خليها. لا يقري يقري. كنت غنقعد غنسلك هذه الهمزه هذه. وشتي؟ ياك تبارك الله ما شاء الله غزال غزال والله الا غزال. ماما يلا بدا في الحرشه ديال كل باري. ماما شدت داك الشيء شدت داك الشيء حرفي ماما. لا يمكن باقا العايله في كلشي. تبارك الله عليك الصراحه ياكي. لا هداية ما تتاكل والو ياكي. لا لا ما ندي والو. هادشي كلاس انتصار. هادشي كلاس ياكي. ياكي زعما هادشي غير شي. تبارك الله عليك اختي. الله يستر لكم الامور والعقبالكم ان شاء الله توصلوا ل 100000 ونجيو نحتفلوا ونديروا واحد الحفله غزاله. والله هذا وعد منا والله القسم ان شاء الله. الصراحه انتصار كتشكركم في الغيب ديالكم. قالت لك عندي الصديقه ديالي قالت لك عندي الصديقه ديالي والله ما نفوتهم والله الا في الغيب ديالكم. كاملين بكم الصراحه. والله الا اصدقاء مرحبا ان شاء الله يبارك. والله الا كنتمنى انكم تكونوا يعاونوني متتبعين ونزيد نتساعد معاهم يجوا عندي نطاجه وما غيوريوكش النتيجه ان شاء الله المتتبعين. ان شاء الله اختي انتصار. وعلى ديك النيه الزوينه اللي فيك دابا توصلي ان شاء الله وتوصلي معك واحد العدد ديال الناس. والله الا هذه هي الامنيه
ديالي انا غادي تكون عندي واحد الفرحه فاش غنستر عليك نتعاونوا مع الناس ان شاء الله. هي مسكينه القلب الكبير كتهضر خير لكل شيء لصحاباتها اللي كتعرف واللي ما كتعرفش كل شيء كتعاون كل شيء كدير كل شيء تخدم كل شيء طلع هي زعما الصراحه امراه ونعم المراه هي هذه مبارك الله فيك صراحه خلينا نتبكوا دابا صح يعني صح من الاول وحنا معاها والله يدوم محبه بيناتكم امين وراه ما ديما حتى حاجه غير الحاجه مزيانه ما عندناش نتبدلوا هذا الموت ماشي هو اللي غادي داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين وكون كانت غتبدل غتبدل امي حليمه امي حليمه ما عمرني شفت فيها شي تغيير ولو غير شويه درويشه بنيتي تفطر ما كاينش جاكبه ولا هكا ياك امي لا والو ايوا الله يخلينا مع دراوش لا تا ماما درويشه ماشي في وجهها لا يا بنات لا يا لا لا ما نضبرت لا 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 والو في وجهها لا تبدل ها لا ما تبدلش ما تبدلش هي مسكينه كنفيد غير شويه ديك الشوميه من الفيديو صافي لا صراحه كتحشم لا كتحشم بزاف مازال ما مولفينش حتي انا لا 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 ان شاء الله غتولفوا راه على فكره فيديو واحد اللي كانوا بانوا مع انتصار وهذا الثاني ديالهم ان شاء الله كنتمنى لهم التوفيق في القناه ديالهم ان شاء الله يا ربي وماشي ماشي ماشي صعيب وماشي بعيد توصلي والله كل شيء سهل والله العظيم داكشي اللي كاين حبيبتي والله الا كلشي قريب ايوا دابا غنخليكم تفطروا الفطور راه براد الله يهبط دابا هي يدي الله يعطيكم الصحه ويتبارك لنا الرحمات وخليونا نفطروا الله يفطركم بالخير ويرزقكم الصحه يلا سير اما حليمه اش داكشي ماما كتعرضي سبع هاد الموجات انت ها ايوا شحال موجه دابا يا ودي تزيد كل جمع معك شي موجة ها ها يا مشيت تجبد اسمعك قالك البحر تجبد راه الشوم قاعد ملهي انت والله انتم راه كيبردوا في رجيلاتهم تبارك الله ومعنا الاخوات ديالنا ها هما معنا تبارك الله ربي يخليكم شكرا لكم بزاف والله النار ما يطلقوا منا الله ياك اختي بارك الله فيك وعقلوا في درسنا بارك الله فيك اختي شكرا لك بزاف ربي يخليك اختي شكرا بزاف والله وهنا ما بقى لنا انتصار اختي الا نقولوا لهم مع السلامة أمي السلام عليكم نتمنى إن شاء الله تبقوا على خير